طيب يا شيخ حسن، خش يا ام ابراهيم. ام ابراهيم مين؟ دول يا غلبانة يا مولانا، ابعد عنك ما بتخلفش. امال ابراهيم ده يبقى مين؟ هي اصلها نادرة، لو خلفت عيل هتسميه ابراهيم. وعايز نعمل ايه؟ ترقيها ولا تعمل لها حجاب عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها باللي هي عايزاه. بوس ايد مولانا. لا تبوسني ولا تقرب مني. طيب اسيبك معاها عشان ترقيها يا مولانا. راح فين؟ خليك هنا، انا هرقيها وانت موجود، اوعى تتحرك. تعالي. ما انا برعاك يا مولانا، ربنا هيرزقك الخير كله. يلا اتفضلي زغروته وانت خارجه في قعد. يلا مع السلامه. خش يا ناه. عنات مين تاني؟ ما كفايه ام ابراهيم، ارحمنا يا شيخ بلال. عنات يا مولانا، دي جوزها مربوط. مربوط؟ ايوه، معمول له عمل، كل ما يخش عليها عشان يعاشرها يشوفها قدامه قرد. قرد؟ ايوه، عايزين نعمل لها حاجه بقى نفك بيها العمل ده. وده برضه ما بتخلفش زي ام ابراهيم؟ لا يا مولانا، دي مخلفها سبعه. سبعه؟ امال بشوف هيرد ازاي؟ دخت بخليت يا سيدنا الشيخ، لفيت على الدكاتره والشيوخ والاوليه، حتى القسيس رحت له. رحت للقسيس؟ وما عملش حاجه؟ الشفاء على ايديك بعون الله يا شيخ حسن. بركاتك يا مولانا. ربنا هو الشافي. الله اكبر، صلاه النبي احسن. ارفع رجلك يا عم، ارفع البتاع دي عني. انا خالفه ايه؟ واحد واحد. طب نظام يا عم، بس البتاع دي واحد واحد. انا يا عم ابعد البتاع دي عني. انا خالف واحد 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 واحد. ما ينفعش الارجال اللي انتوا عاملينها دي يا جماعه. اهدوا اهدوا، ما ينفعش كده. الشيخ حسن لو شاف الهرجله دي هيقفش عليكم واحد واحد. طب بس انتوا طلعوا له دول يا عم الحاج. الشيخ حسن لا بياخد طير ولا غيره، ده بيعمل ده لوجه الله. اعمل معروف يا شيخ عماد، الوليه مراتي ما هتخلفش غير بنات، وانا نفسي فؤاد. يعني هي الوزه والبتين دول هم اللي هيجيبوا الواد اللي بعده يا شيخ عماد؟ نمره 18. ان شاء الله يا شيخ حسن، انا نازل انتخابات مجلس الشعب، وده بس عشان خدمه اهل البلد. الدوره اللي فاتت واللي قبليها بحمد الله كسبتهم باكتساح. السنه دي بقى نازل قدامي واحد تقيل قوي وايده طايله، كل اهل البلد ملمومين حواليه. وعايز نعملك ايه؟ حضرتك تعمل لي حجاب ولا عمل تخلي اهل البلد يتلموا حواليا انا، ما يشوفوش حد غيري وما ينتخبوش حد غيري. هو حضرتك حزب ايه؟ حزب الوطني. حزب وطني ومحتاج حجاب ولا عمل؟ قوم، ده انت ناجح بالثلاثه. قوم. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. انت حسن عطار؟ ايوه. اتفضل معانا. عايزين تاخدوه فين؟ استنى بس يا حضرة الضابط، اصل هو مش حسن العطار. بس 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 يا ام عماد. الله، عماد عماد، انت بتطلع كده ليه؟ خلي بالك من زينات. زينات مين؟ زينات امك يا عماد. حاضر. عماد امك. حاضر. زينات تبقى امك. حاضر. انا مش هغيب، انا شويه وجاي على طول. هو في ايه يا باشا؟ انتوا واخدين الشيخ حسن مودينه على فين؟ ده راجل تاقي وفاضل والبلد كلها بتحبه. ما مالكش دعوه انت بالموضوع ده يا شيخ بلال. ماليش دعوه ازاي؟ انا جاي معاكم. خليك انت يا شيخ زينات. يا شيخ بلال. انت بتقول ايه يا مولانا؟ على النعمه الشريفه ما تسيبك، احنا كلنا جايين معاك. بتعملوه ده مش كويس علشانكم، كل واحد منكم يروح على بيته. احنا هناخد كلمتين من الشيخ حسن وهيرجع على طول. الشيخ حسن اللي بيعملوه ده بيضعف موقفك، انت المسؤول. انا وانا مال؟ هو انا اللي قلت لهم يجوا؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. احنا وراك يا شيخ عطار، احنا وراك يا شيخ عطار. حسن عبد الحميد العطار.
أنا عايز لو سمحت يعني بعد إذن حضرتك أكلم اللواء مختار سالم. هتكلم الدنيا كلها، بس مش لما الأول تعرف إحنا جايبينك هنا ليه. أنا ما عملتش حاجة يا حضرة الضابط. إذا كنت فاكر إن اللي عملته في أسيوط هتعمله هنا في المنيا، لا انسى. أسيوط، إيه علاقتك بتنظيم القاعدة؟ القاعدة ده حتى ما يصحش. شوف يا حسن، أنا راجل مؤمن بالمناقشة بالحوار، وأسلوبي بعيد كل البعد عن العنف والقسوة. إنما لو حسيت إن اللي قدامي بيلف ويدور عليا، عندي طرق وأساليب تخليك تعترف بكل حاجة. مالك حضرتك؟ ما كنت كويس، إيه اللي حصل؟ أنا كويس وطيب واتحط على الجرح يبرد طول ما أنت دغري معايا. إنما هي إنما دي هي اللي بتعصب حضرتك، ما بلاش منها أحسن. قعدت قد إيه في أفغانستان يا حسن يا عطار؟ أفغانستان؟ من فضلك اطلب لي اللواء مختار سالم فورا. تمام سعادتك، البلد كلها جايه واقفين تحت وعاملين مظاهرات ومش عايزين يمشي الا معاهم الشيخ حسن. بالسرعه دي لحقت تعمل قاعده شعبيه في البلد كده من اول يوم؟ امال لو قعدت معانا سنتين ثلاثه هتعمل ايه؟ لو سمحت انا عايز اكلم اللواء مختار سالم. حاضر يا سيدي، هنطلب لك اللواء مختار سالم. لماذا لم يصدر حتى الآن تصريح من وزارة الداخلية بعدد القتلى والمصابين في حادث انفجار القنبلة؟ الحمد لله مفيش خسائر في الأرواح، هما كام عربية وكام محل اتكسروا، 3 مصابين و75 واحد ماتوا، بس مش من انفجار القنبلة، من تدافع الناس بينهم من بعض بعد انفجار القنبلة، والحمد لله كلهم مصريين ما فيهمش أجانب. يا مختار باشا، يا مختار باشا. في إيه يا فوزي؟ تليفون عشانك يا باشا. ها؟ أيوه. مين؟ حسن عطار؟ حسن عطار مين؟ أنا معرفش حد بالاسم ده. أيوة باشا، أيوة مختار باشا، أنا حسن العطار، الشيخ حسن العطار المسيحي. أنا اللي بعتته المنيا، أنا ومراتي وابني جرجس اللي هو عماد المسيحي المسلم. ركز معايا وحياتك شوية. أيوة أيوة أيوة، إزيك يا أخ بولس؟ هل مصر أصبحت منطقة إرهاب دولية بعد تكرار حوادث الانفجارات؟ أنا عايزك تطمن خالص، وأديك شايف رجالتنا، قايمين بالواجب ولا لأ؟ هو في الحقيقة قايمين بالواجب قوي، بس زيادة عن اللزوم. أنا بكلم سيادتك من المديرية، بعمل إيه في المديرية؟ أصلهم عرفوا اللي أنا بشتغل مع القاعدة. تنظيم القاعدة؟ فعلاً يا فندم، تفجير القنابل في الأماكن الحيوية دي ده أسلوب القاعدة. مين اللي قال الكلام الفاضي ده؟ أنا عارف. اتفضل بقى سيادتك قول لحضرة الضابط. ايوه يا فندم. هل اعلنت اي جهه مسؤوليتها عن الحادث؟ لا، انما اكيد ده شخص مختل عقليا. مختل عقليا؟ ايوه ايوه انا معاك يا فندم، اللي تشوفه سعادتك يا باشا. مع السلامه. يا شيخ حسن، احنا متاسفين، ظهر ان في تشابه اسماء بينك وبين حد مطلوب عندنا، تقدر تروح. يا حكومة قوم قوم كل الظلم نهايته اليوم. 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 يا اخواننا يا اخواننا، من النهارده الشيخ عسل عطار هو امام جامع البلد. امام؟ ايوه، وبكره ان شاء الله هو اللي هيخطب خطبه الجمعه في المسجد بالعين